على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول ربنا عز وجل في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حول هذه الآية الكريمة سأطرح عددا من الأسئلة وأذكر الجواب عليها لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. السؤال الأول عن سبب نزول هذه الآية ودلالاته، وقد ذكر المفسرون أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية دالة على قرب المولى تبارك وتعالى من الداعين، ومن دلالة قربه جل وعلا وآثار ذلك أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعان، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. استحضار قرب الله عز وجل من الداعي حين الدعوة يجعل العبد يتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل إليه ويوقن بالإجابة، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أبي موسى الأشعري كانوا في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويلحظ أنه في هذه الآية الكريمة قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بينما في آيات أخر يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بينما هنا أتى الجواب مباشرة، تولى ربنا جل وعلا الجواب مباشرة بدون واسطة قول نبيه، إذانا بشدة قربه جل وعلا من الداعين. أيها الإخوة، مما يتعلق بهذه الآية أيضا سؤال ثاني، وهو: ما المراد بالدعاء هنا؟ لأن الدعاء كما هو معلوم نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. جاء عن بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أنهم قالوا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أثيبه إذا عبدني. وجاء عن بعض المفسرين: أجيبه إذا سألني أو أعطيه إذا سألني. وهذا يفيدنا أن الدعاء هنا يشمل النوعين، يشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة، وهما متلازمان، لأن دعاء المسألة هو عبادة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي يعني دعائي. ولهذا فإن الدعاء يجب إخلاصه لله كما يجب إخلاص العبادة لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فأولئك الذين يدعون الأولياء أو الصالحين ويطلبون منهم المدد والغوث يقعون في الشرك في عبادة الله، لأن العبادة لأن الدعاء عبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. أيها الإخوة، السؤال الثالث هو أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وعد الداعين بالإجابة، ومن المشاهد أن الواحد منا قد يدعو بعض الدعوات فلا يرى تحقق مطلوبه، فكيف نفهم هذه الآية على ضوء ما نشاهده أحياناً من عدم تحقق بعض المطالب التي ندعو بها أو يدعو بها غيرنا؟ هناك جوابان. الجواب الأول هو أن هذا وعد كريم من الله عز وجل، والعلماء يقولون إن الوعد والوعيد يتحقق إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ولهذا فإنك إذا دعوت الله فلم ترى أثراً لدعائك في الإجابة فتفقد نفسك، قد يكون تخلف عندك شرط من شروط الدعاء، وقد يكون وجد عندك مانع من موانع الإجابة. وقد استنبط بعض العلماء هذا من هذه الآية في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قالوا إن قوله إذا دعاني يفيد معنى زائدا، لأن الله وصفه بأنه داع أولا ثم قال إذا دعاني، يعني إذا دعاني خالصا على الوجه المشروع، دعاني وحدي خالصا على الوجه المشروع بالتضرع والشروط المعتبرة في الدعاء. فمن فقد الإجابة فليتفقد نفسه. الوجه الثاني أيها الإخوة، وهو أن إجابة الدعوة لا يلزم منها تحقق مطلوب الداعي. يبين ذلك حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجلها له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضي الله عنهم إذا نكثر يعني من الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني أكثر فضلا وثوابا وإجابة للداعين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فإذا تخلفت دعوتك فقد يكون الله عز وجل ادخرها لك في الآخرة، قد يكون جل وعلا صرف عنك من السوء مثلها، فظن بربك خيرا وتفقد نفسك واسأل ربك جل وعلا أن يجيب دعوتك وأن يصرف عنك السوء، إنه جل وعلا جواد كريم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.